طبعا نقف هنا شوية عند الفساتين والحاجات الحلوة الكتير والمهرجان وكل ده، عشان كده معانا مداخلة هاتفية، معانا مصمم الأزياء الجميل الراقي سوشا. صباح الورد عليك، صباح الخير، ازيك؟ أهلا صباح بيك اخبارك ايه؟ وأهلا بحضرتك، ومنور أي مهرجان، تسلم وتصميماتك تحضيرك. بجد فوق الرائعة، وأنا من الناس اللي بحب أتابع أي أشوف أنت عامل إيه، وعارفة كان في كام ممثلة معاك في هذا المهرجان. سوشا، عايزة وجهة نظرك طبعا، لأن أنت يعني الأقدر أن أنت تقول لنا ده كان إيه أحسن فستان من وجهة نظرك في المهرجان، أحسن انا طلة زي ما بنقول. عايز اقول حاجه. الريد كاربت مش بس الفنانات او النجوم يلبسوا فستان، هو لازم يكون حاجه ليه فكره جديده او هي هتدي راي جديد. بس انا اللي عايز اللي مش عاجبني ونفسي يعني اتكلم فيه، انه الناس بقت تستنى المهرجان عشان يشتموا او عشان يقولوا رايهم اللي احيانا ما يبقاش له اي فايده. الموضوع صحيح، مش كده خالص. احنا في مرحله عايزين نبين للعالم كله ان احنا يعني في ناحيه الموضه مش ناقصنا اي حاجه. صح، يعني مصر في وقت من الاوقات مصر صانعة للموضة والأزياء كانت أصلا. نمره واحد في الموضه. صحيح كانوا باريس ولندن لما تنزل حاجه بتيجي هنا قبل ما تتباع عندهم. صح فليه رجعنا الكول ورجعنا لورا كتير جدا، وبقينا بس كل واحده يعني قاعده الله اعلم فين، او واحد بيدي رايه بحاد بيكومنت على حاجة. وبيشتم صحيح وبيوجع. لا انا ما عندوش اي حق. يعني انا حقيقي، شايف انه يعني نفسي انه يشيلوا كل الناس او النجوم المهمين اللي احنا بنحبهم، ما يخلوش اي حد يكتب مسج. يعني يشيلوا الموضوع بتاع المسج. انا ضد الفساتين. المره دي في فساتين كتيره جدا حلو، حقيقي والموضوع ابتدى يتطور، وشكلنا على الريد كاربت بقى احلى. جدا انا مش عايز اتكلم على الوحش، انا عايز اتكلم على الوحش عن الحلو حلو. بقى. صحيح، ما شاء الله كميه الحاجات الحلوه بقت موجوده، والنجوم بتاعنا بقوا مشرفينا في العالم. يعني اي واحده ممكن تبقى على الريد كاربت بره، صحيح واحنا مش عايزين دايما نقارن نفسنا بره. احنا عاوزين نبقى معاهم، عاوزين نبقى زيهم. وانا شايف انه الموضوع ابتدى يتطور. لو نرجع احنا 3 4 سنين ورا غير دلوقتي، الريد كاربت السنه دي، المهرجان عامه السنه دي شكله حلو. انا بشكر حفظي على المجهود اللي هو طبعا عامله، طبعا وهو مش قليل على مصر طبعا، بصراحه. يعني ده مش قليل على مصر. صح، انا لما بشوف حاجه حلوه قوي ما بستغربش. هو ده اللي احنا لازم نبقى هو ده فيه. اللي احنا عايزينه، وعايزين نوصل لاحسن منه كمان. يس سوشا، يس خليني اسال حضرتك برضو، اه انت كنت عملت الفستان بتاع حفله الافتتاح للفنانه الجميله طبعا رانيا يوسف، يس البدله اللي كانت لابساها الجميله يس اللي فيها كل حاجه، بصراحه كانت روعه. وفي اراء كتيره اتكلمت. هو حلو انه الناس تتكلم، وحلو انه الفنانه تدخل بلوك جديد، صحيح، ومش لازم يبقى كله التقليدي، الشعر مش لازم مش استامبه عارف ايه واحده زي والميك ما اب. بنقول. لا، لازم واحد يخرج اوت اوف بوكس، لازم يس يعمل حاجه يخلي الناس تتكلم عليها. عايز اقول انا يعني جاي لو لما ابتدت تتعرف، تعرفت من ريد كاربت. صحيح، يعني ليدي جاجا لما كسرت ليدي الدنيا جاجا مثلا بتلبس صوتها حاجات عادي. غريبة جدا. عايز صحيح، اقول لك حاجه، ليه هي بتلبس؟ هي مش عشان عايزه تلبس حاجه غريبه، عشان تبقى في الصف مع النجوم الاول. هي صح، شكلها عادي جدا، صوتها عادي جدا، خلت الانظار وخلت كل الصحفيين وكل تبقى الناس محط تنتبه الأنظار على لحته طول. الفاشن عندها. صح، وخلي بالك علاقه الفاشن بالسينما علاقه كبيره جدا. طبعا فانا شايفه انه انا شايف انه رانيا يوسف صح، وعامله الصح. فستانها الاول اللي لبسته ممكن يبقى البدلة. على الريد كاربت في هوليود، فستانها اللي لبسته في الاختتام ممكن بقطع النظر على اختلاف راي، ومش عايز ادخل تقاليدنا وعاداتنا، عايز ادخل فستان على ريد كاربت. انا عايز اتكلم على ده بس. هو ما يقلش اي حاجه على الفساتين اللي بنشوفها في الريد ريد كاربت كاربت العالمي. ويعملوا عليها لايك. صحيح هم صحيح، اللي قالوا غلط على رانيا يوسف بيعملوا لايك على جينيفر وعلى لوبس. مادونا وعلى صحيح، الناس اللي عالميين بره. من دي انا عارف نقطة يعني هنتكلم فيها سوشا، بس خليني أخد حضرتك تاني في حتة برضو كانت غريبة على الناس لما سمعوها. الفنانة يمكن سارة عبد الرحمن قالت إن هي اشترت فستانها ب 370 جنيه من وكالة البلح. إيه رأيك في الكلام ده؟ انا ما بصدقش وكاله البلح يعني وستايل. انا مش عايز ادخل في الحتت دي قوي، الله اعلم. انا
هي بتقصد ايه ولا عايزه تعمل ايه. اللي انا عايز اقوله انه الريد كاربت لما تطلع نجمه هي لازم تبقى فاهمه بتعمل ايه. صحيح. ولازم تستهفش او تستقل، يعني لازم تخلي الموضوع له قيمه، يعني لازم تخلي، عشان هي 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 واجهه لينا احنا العرب كلنا مش بس لمصر. فعاوزين نبقى يعني التقدم اللي فيه لبنان دلوقتي عشان بياخدوا بالهم من التفاصيل واحنا بنعمل لايك. لو واحده لبنانيه لبست فستان رانيا يوسف في الاختتام كانوا كله هيقول واو ومحدش يقدر يتكلم. لا برافو رانيا يوسف، شابوه بصراحه. طبعا احنا بنشكرك شكرا جزيلا مصمم الازياء الجميل سوشا. وخليني اقول رساله سريعه كده، يمكن عايزين النهارده نقول لرانيا يوسف كل سنه وانت طيبه، يا رب يبقى عيد ميلاد سعيد وسنه سعيده ان شاء الله تقضيها. ويعني لو هنعلق سريعا على الموضوع، يعني المفروض ان احنا كلنا الفتره دي ومن زمان جدا وبندعو ان احنا كل واحد يبقى في حاله، واللي عايز يلبس حاجه يلبسها واللي عايز يعمل حاجه يعملها، نخلينا ما نتدخلش في خصوصيات الاخر. زائد ان احنا عارفين ان في طبقه الفنانين عموما بشكل عام بيحبوا يلبسوا زي ما كان معانا مصمم الازياء سوشا، بيبقى الموضوع ترند بالنسبه لهم، موضوع ريد كاربت ومهرجان وحاجات كده، بيبقوا عايزين يلبسوا احلى حاجه عندهم من وجهه نظرهم هم، يعني احلى حاجه دي كل واحد بيلبس اللي يعجبه. طبعا احنا مش يعني انا مش بقول انا مع حد الموضوع بالايجاب او بالسلب، لكن في الاخر خليني اقول ان رانيا يوسف فنانه انت جميله جدا، او دي يعني رساله بوجهها لك، انت فنانه جميله جدا اذا كان من بره او من جوه، فنك جميل جدا، ناس كتير بتتابعك جدا، شكلك وستايلك ولبسك الموضوع كله حلو بجد بدون اي حاجه ان انا اعمل حاجه تلفت الانظار، دي رقم واحد. رقم اتنين لازم نعرف كويس قوي ان الفن هو بيدخل بيوت المصريين كلها، طفل وست وسيده وام وبنت، وكلنا بنحب نقلد، يعني احنا عندنا جيل طالع بيحب يشوف الفنان عامل ايه ولابس ايه ويقلده. ناخد بالنا ان احنا لازم نبقى عندنا السنس بتاعت ان انا بدخل البيوت كلها والناس بتقلدني، واحنا في مجتمع شرقي في عادات وتقاليد لازم نحافظ عليها. انا عارفه ان احنا بنشوف الممثلات الاجانب وبنشوف النجوم الاجانب وبنشوفهم لابسين لبس يعني مش موجود اصلا، وبنقول الله واو وشوفوا بنشير ونعمل وشكلها حلو قوي وستايلها حلو قوي. ده للأسف عندنا عقدة الخواجة حتى في الحاجات دي، لما بنشوفه هنا في مصر بننتقده انتقاد رهيب. يمكن ده بيرجع برضو ان احنا عشان برضو شعب عنده عادات وتقاليد لازم بيحافظ عليها. رسالة تانية للناس اللي ما كانتش عاجبها اللوك بتاعت رانيا يوسف، بليز بطلوا ان احنا نشير اللوك. يعني انا لو مش عجباني حاجة ما بدخل على سوشيال ميديا كده وبلاقي حاجة مش عجباني ما بعملهاش شير وبقعد اعلق عليها، يعني خلاص بسكت، حاجة مش عجباني بعديها وبتعداها بنشوف اللي بعده، عشان اعتقد في حاجات كتير كانت اهم جدا من ان احنا نشوف ايه السلبيات ونعلق عليها، خلينا نشوف الايجابيات زي ما قلنا. وخلينا نقول تاني للفنانة رانيا يوسف كل سنه وانت طيبه، حافظي على جمهورك اللي بيحبك ويا رب تكون سنه سعيده عليكي.